بيكم في فيديو جديد. النهاردة هنعمل نشاط جديد وهو من المطاط الأساتيك الملونة كده. هنعمل زينة للقلم أو للإبرة الكروشيه. احنا المرة دي هنزينه بالقلم بالطريقة دي، طريقة سهلة وشكلها حلو، طريقتها سهلة جدا. هنشوف مع بعض هنعملها ازاي. احنا هنحتاج قفل ومطاط ملون وإبرة كروشيه. هناخد القفل، هندخل المطاط كده وهنسيبه، هناخد إبرة الكروشيه وهندخل المطاط كده عشوائي، أي ألوان انتي ممكن تعمليها بألوان معينة، كل مثلا 20 لون تغيري اللون، وممكن تعملي زي كده عشوائي، أي لون هيطلع برضو جميل وشكله حلو، هيزين لك القلم طريقة كميلة وهتبقي مميزة. انا كده هستكفي بكده، هاخد المطاط كده وهشده زي ما احنا شايفين كده، وعايزة ادخل كل الاساتيك دي داخل الاستيك الواحد اللي انا عاملاه هنا في القفل. هنزلهم كده بالطريقة دي وهسحب المطاط كده، همسكه بصبعي، هاخد الناحية التانية للقفل وهقفل بيه الأستك اهو كده بالشكل ده، هسيبه وبعدين هلف الأساتك كده عليهم. انا هنا عملت عدد اكبر اهو كده، وهو هنا في النص عنده فراغ تدخليه في أي قلم كده بالشكل ده. بصي بقى شكله جميل ازاي، طريقة سهلة جدا وحلوة. أتمنى يكون الفيديو عجبكم، واستنوني في فيديوهات جديدة من أشغال المطاط كمان. وإذا عجبكم الفيديو اعملوا لايك واشتركوا في القناة. سلام.